مرحبا. نوع من الضفادع غالبا بتواجد بالغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية والوسطى، وهو ضمن قائمة أغرب الحيوانات بالعالم لأنه بيتميز بجلده الشفاف. فبيشتهر الضفادع الزجاجية بجلده الشفاف يلي بتكشف أعضاء الداخلية وبتحميها من الحيوانات المفترسة، وبيوجد من هالضفادع حوالي 150 نوع. بالنسبة لحالة الطقس، عم يستمر الجو بين الصح والغائم جزئيا، وعم تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل بأغلب المناطق، وليلا عم يكون الجو مائل للبرودة نسبيا بالمرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية. الرياح متقلبة الشمالية الشرقية معتدلة لخفيفة، عم توصل سرعة 10 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 30 و65%. أما البحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 21 درجة. بالنسبة لطقس العاصمة دمشق، عم يكون غائم جزئيا وعم تسجل العليا 20 درجة. أما بالمحافظات سوريا وتحديدا بالمنطقة الجنوبية، فعم يكون الطقس كمان غائم جزئيا بالسويدة، وعم تسجل العليا 20 درجة، وبدرعا عم تتراوح بين 9 و23 درجة، وبالقنيطرة عم يكون الطقس كمان غائم جزئيا وعم تسجل العليا 21 درجة. بالمنطقة الوسطى مكفي الأجواء بين الصح والغائم جزئيا، وعم تسجل العليا بحمص 22 درجة، وبحما عم تتراوح الحرارة بين 7 و23 درجة. بالمنطقة الساحلية عم يكون طقس بين الصح والغائم جزئيا بطرطوس، وعم تسجل الحرارة العليا باللاذقية 26 درجة، وبلواء اسكندرية مكفية الأجواء غائمة جزئيا. بالمنطقة الشمالية عم تتراوح الحرارة بإدلب، عم تسجل العليا 22 درجة، وبحلب مكفية الأجواء غائمة جزئيا، وعم تسجل العليا 22 درجة. أخيرا بالمنطقة الشرقية يلي كمان عم يكون طقس فيها غائم جزئيا، وعم تتراوح الحرارة برقة بين 22 درجة، وبالحسكة مكفية الأجواء كمان فيها غائمة جزئيا، عم تسجل العليا 23 درجة. أخيرا بدير الزور عم تتراوح الحرارة فيها بين 9 و23 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.